بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة Trojans and Backdoors، موضوع كبير شوية. يمكن ده في ميديول 6 في ال CH version 7، موضوع كبير. ففي موضوع الانكريبشن داخل فيه، بس احنا هنتكلم في ده الاول، ويبقى في فيديو لوحدي للانكريبشن. طيب هناخد ان شاء الله نفهم يعني ايه Trojan ويعني ايه Backdoors، وفي كونسبت اسمه Reverse Connection، وحاجة اسمها Dynamic DNS، وهنشوف حاجة في الآخر كده ازاي ان انا اعمل ميرج في بالتروجن دوت جوه مثلا فيديو او ملف او صورة او هكذا يعني. هو بيشتغل ازاي التروجن ده؟ بيشتغل ازاي؟ كيف بس البن. طيب انا عندي حاجة اسمها الفيروس، وحاجة اسمها الورم، وحاجة اسمها الايه التروجن. طيب الفيروس دوت ده حاجة بتأذي، الفيروس عموما ده حاجة ايه بتأذي. انا بعملها بحيث انها تخرب حاجة في الجهاز دوت، تمسح ملفات، تكبي نفسها لحاجة معينة. الورم هكذا، الورم برضه، بس ايه، ممكن ان انا اضيف له مثلا اسكادول معينة يشتغل فيها. اما التروجن انا عاوز افت او بيسموها باك دورز. باك دورز يعني ايه؟ يعني انا عندي جهاز الفيكتيم اهو، تمام، انا عاوز اكسس الجهاز ده. انت عشان تاكسس عليه خدنا السكاننج قبل كده، تمام. هبدا اعمل عليه سكاننج واشوف البورت اللي مفتوح عنده، وابدا اكسس من البورت دوت، ده اللي كنا بنعمله. لكن التروجن حاجه تانية بقى، ان انا باجي هنا بحط له عندي كونسبت، عندي الراجل البرنامج البروجرام بتاعي خالص العادي، وعندي حاجه اسمها السيرفر او الايجنت. السيرفر دوت ده اللي انا بحطه عند الفيكتيم، بديهوله بقى بأي شكل من الأشكال، وهنشوف دلوقتي. المهم إن الفيكتيم ياخده عنده ويرن الإيه السيرفر دوت، أو الملف اللي أنا مديهوله ده. وانس إن هو هيشغله على طول، السيرفر ده هيكونكت على الأي بي أدرس بتاعي. هيكونكت على إيه؟ على الأي بي أدرس بتاعي. وهبدأ أنا من خلال بقى الكونسول بتاعي هبدأ أمانج الفيكتيم دوت، وهتحكم فيه زي ما أنا عاوز. فهو فتح لي باك دور، يعني فتح لي بوابه خلفيه من خلالها انا بقدر اكسس البي سي ده واعمل اللي انا عاوزه فيه بعد كده. طب تمام كده احنا فهمنا يعني ايه تروجن ويعني ايه باك دور. هقول لك في مشكله. هو السيرفر اللي انا هعمله دوت الكونفيجريشن بتاعه، انا بقول ايه؟ بقول ان السيرفر دوت هيكونكت على بي سي معين، صح؟ البي سي ده مش معاه في نفس النتورك. لو معاه في نفس النتورك كان الموضوع هيبقى سهل، لكن البي سي دوت موجود اوفر ذا انترنت، صح؟ ففي الحاله دي هتحط له ايه؟ هتشتري عندك هنا على الراوتر بتاعك، تشتري ستاتيك اي بي او رير اي بي اللي هو ب 10 جنيه من الاي اس بي ده، هتحطه عندك سي مثلا 41 50 50 10، تمام. وانا بعمل السيرفر دوت هبدأ اخلي هحط له ايه الاي بي الرير اي بي دوت الاستاتيك اي بي، بحيث ان كل الزومبي اللي عندي او كل الفيكتيمز الموجوده عندي هيكونكتوا على ايه، على الراوتر دوت. والراوتر دوت هيحطني في حاجه اسمها دي ام زي، يعني زي بابلشنج. يعني بقول له ايه، لو اي حد سألك، لو حد جالك من بره بيسألك يعني عاوز يكلمك من بره، خلاص هتعمل له ري دايركت على مين؟ على السيرفر ده او على الجهاز ده. يعني هنشوفها دلوقتي الجزئيه دي، بس ايه، انا بحدد له الحته دي. طيب في حته الكونكشن، يعني حته الريفرس كونكشن معناها ايه؟ الريفرس كونكشن هنا هقول لك حاجه. هو انا ينفع اخلي الكلاينت دوت يكلم الهاكر على طول دايركت كده؟ هينفع عادي، بس انا عندي في النص هنا اتنين فراول، وعندي راوتر وعندي انترنت وعندي راوتر تاني. طب الكلاينت ازاي هيعدي اصلا من اول فراول؟ مش هنقول لك هيعدي من التاني والتالت، هيعدي ازاي من الاولاني؟ هقول لك. ما هو الباك دورز يعني بيوفر لك حاجه اسمها ريفرس كونكشن. يعني ايه ريفرس كونكشن؟ يعني هيخلي الباك دور هو اول لما يكونكت على الانترنت يطلع على طول يكلم الاي بي ادرس ده، مش ده اللي يروح يكلمه. يعني انت كهاكر انت اللي بتهاك، فانت اللي بتعمل الستارتنج، انت اللي هتبدا تهاك، او انت اللي هتبدا تكلم السيرفر او الجهاز او الفيكتيم او هكذا. لكن انا بعمل ريفرس كونكشن، الباك دور هو اللي بيخليني ايه، هو اللي بيكونكت على اول اللي بيكلمني. فمن خلال ان هو بيكلمني دوت فتح ما بيني وما بينه سيشن، فاقدر اتكلم من خلاله. فاذا انا كده عديت
ادي واحد وادي اتنين، وفي راوتر عنده كمان عديته، ولو عنده فاول كمان هعديه مفيش مشكله خالص. هتقولي طب هو بيعدي ازاي من الفاول؟ الفاول ما بيسمحش بالكلام ده. هقول لك اه، يعني الفيكتيم دوت سي الفاول ده عامل له فلتريشن، مش بيطلع على اي سايت ولا بيطلع باي بروتوكول ولا اي حاجه، عمل له ايه استركت حجمه شويه. طيب هقول لك حاجه، هو الفاول دوت بيشتغل ايه؟ الحاجه اللي هو فاتحها للكلاينت دوت، ايه البوتات اللي هو فاتحها له؟ سي مثلا قول بوت 80 اتش تي تي بي اس ام تي بي، كل البوتات دي خلاص باي ديفولت الايزا سيرفر مثلا او التي ام جي بيفتح 80 80 الويب بروكسي، صح؟ اه. فانت كراجل بقى وانت بتعمل الكلام دوت، استغل بوت من البوتات دي. هتستغل ايه؟ بوت نمبر من البوتات المفتوحه بحيث ان هو يكونكت من خلالها، تمام؟ فدي عمليه الريفرس كونكشن. طيب تمام، يعني انا هنا انت عاوز تقول لي ان انا واخد اي بي ادرس اللي هو 41 50 50 10، صح؟ تمام. طب افرض معايا يعني كده كل الزومبي، لو عندي 20,000 زومبي كل واحد عامل لهم باك دورز دول وبيكونكتوا عليا، هيكونكتوا بس عليا من خلال ايه؟ ما يعرفونيش وما يعرفوا الاي بي ده بس، تمام؟ يعني بتاع الاوتو ده. يعني تخيل معايا انت في يوم قلت انت هتسافر، انت بس اخدت الاي بي ده في مصر وهتسافر الامارات او السعوديه او اي مكان، هل الاي بي ادرس ده هيبقى معاك؟ ها؟ لا طبعا مش هيبقى معاك، انت هناك هتاخد اي بي تاني، اي بي ادرس تاني. طب انت كده هل فقدت كل الزومبي بتوعك؟ يعني كل الزومبي اللي انت عاملهم عندك دول فقدتهم خلاص؟ هقول لك لا. الحل هنا بقى قال لك حاجه اسمها دايناميك دي ان اس. ايه دايناميك دي ان اس؟ فكرتها ايه؟ بص يا سيدي، في سايتس كتير قوي على النت بيعمل لك زي فري دومين او فري هوست دومين. اه والله الكلاين الفيكتيم دوت اللي انا حاطط عليه التروجن، وانا بعمل التروجن بدل ما اديله الاي بي ادرس اديله نيم معين. يعني ايه مثلا؟ سي نيم معين اسمه اكس اكس مثلا كده دوت مثلا دايناميك دي ان اس، دايناميك دي ان اس دوت اورج مثلا، اهو ده دومين اهو اكس دوت دايناميك دي ان اس دوت اورج، صح كده؟ اه. فالسايتس بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي ان انت لما بتيجي تخش او تاكسس الدومين نيم ده، انت كراجل ادمن او ليك ادمن ادمنستريشن يعني على الدومين نيم دوت، بيخليك تكونكت بالاي بي اللي انت داخل بيه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت وانت بتعمل ترجم من الاخر كده، هتيجي تقول للكلاين وانت بتعمل الترجم بتعمل له كريشن، بدل ما تديله الاي بي ادرس هتديله النيم. النيم كده كده مش هيتغير، تمام؟ بس الاي بي ادرس وارد ان هو يتغير. فبالتالي الترجم لما بيطلع ياكسس بقى، الترجم لما بيجي يكلم هيكلم مين؟ هيكلم النيم. هيلاقي النيم ده بيساوي اي بي ادرس معين، الاي بي ادرس ده بيتكلم على اي على راوتر معين خلاص اللي انت طالع منه خلاص، والراوتر اللي انت طالع منه دوت انا اقول له اعمل لي ايه؟ فورورد على الـ على الـ على الدي ام جي سيرفر اللي موجود جوه دوت اللي هو انت يعني كراجل هاكر. يبقى تاني، يبقى التروجن انا هديله النيم ده، النيم ده فيكسد ثابت بالنسبه لي، بس النيم ده بيقول له دايناميك دي ان اس، يعني كل ما بيفتح في مكان بياخد ايه؟ ها بياخد اي بي ادرس مختلف. فبالتالي الراجل ده لما بيجي كونكت هو عاوز اي بي ادرس، بس انا بقول له كونكت على النيم، فالنيم ده بيساوي بيكوال ايه؟ الاي بي ادرس اللي انت فاتح من خلاله الدومين ده. مش واضحه شويه بس هوريها لك، يعني هنشوفها دلوقتي. وبالتالي الاي بي ادرس ده بيساوي اللي هو الراوتر اللي انت طالع من خلاله، صح؟ والراوتر اللي انت داخل طالع من خلاله دوت بقول له ايه؟ لو اي حد جالك من بره عاوز، لو اي حد عاوز يكلمك من بره يعني، هتخليه يكلم مين في الانترنت؟ زي الببلشنج بالظبط. لو حد جالك بالاي بي ده اه، افهم على طول ان هو عاوز يكلم السيرفر الفلاني في الانترنت، تمام؟ دي قصه الدايناميك دي ان اس، وهنتكلم عليها واحده واحده. بس تعال نشوف آه هنستخدم تولز ايه وهنعمل ايه. طيب مكان الهاكر بتاعتي، ودي ده الفيكتيم. انا هنستخدم شويه تولز كده، طبعا في تولز كتير جدا، بس يعني هناخد الحاجات السيمبلي والحاجه الاوضح شويه. في عندي برنامج اسمه برو هات، تمام؟ نفتح برو هات دوت، ده الانترفيس بتاعته. مش فاهمين حاجه الا لما نشتغل، خليك معايا واحده واحده.
انا عاوز اعمل من خلاله تروجن وابدا اديه للهاكر دوت للفيكتيم، والفيكتيم يبدا وانا ابدا اكسس عليه. انا هعملها انترنال وبعد كده نشوف موضوع الدايناميك دي ان اس. الاي بي ادرس بتاعي 03، تمام. هقول له كريت، انا عاوز كريت ايه، سيرفر جديد. السيرفر ده اللي انا بديه للفيكتيم. بص ده هنا احط الايه، احط ال الديناميك دي ان اس، دي ان اس هنا، ودي ان اس بيريزولف على طول، تمام. انا اقول له ايه، التروجن اللي انا بعمله دوت او السيرفر اللي انا بعمله ده هيكونكت على الايه، على الاي بي ادرس ده اللي هو 3 اللي هو انا يعني، خلاص. بيقول لك ايه، هو بيسبورت مع الريفرس كونكشن، يعني تحط دي ان اس، بس بيقول لك ممكن تعملها بالميل او بالاي سي كيو، اي سي كيو ال او هكذا يعني، بس دول كلهم مش سبورت ايه، مع الريفرس كونكشن. طيب في جنرال هنا في حاجه اسمها سيرفر بورت نمبر. البورت نمبر دوت خلاص ده اللي احنا هنستخدمه قدام شويه، بس ده اللي انا بكونكت من خلاله، ان التروجن بيكونكت عليا وانا لازم اكون كسيرفر ابقى فاتح معايا البورت ده، وبحط سيرفر باسورد بحيث ان التروجن ده لما اجي اكسس انا بقى عليه هو يجي يكلمني، وانا اجي اكسس عليه اكلمه بايه، باسورد معين، خلاص. على فكره بالمناسبه انا ممكن اعمل سكاننج على جهاز معين، ولو لقيت عنده تروجن اقدر استغل التروجن الموجود دوت، بس طبعا لو حطيت الباسورد مش هقدر اشوفه. اخليها مثلا من 1 لـ 6، هنسميه مثلا فيكتيم. هنا بقول له ايه، جيف ا فيك ايرور مسج، يعني ايه، الراجل دوت اول لما يدبل كليك على التروجن بتاعي هطلع له مسج معين، اقول له ايه، اي ام هاكر مان، تمام. من السيرفر اون انستول، اول لما يعمل انستول للسيرفر ده على طول، اول انس ان هو يعمل انستول اخفي لي الملف ده، اخفي. انت لو مش عاوز براحتك عادي خالص. كل انت فايروس والفاير وول اون ايه ستارت، اول لما تشتغل اي انت فايروس عندك اعمل له كل والفاير وول اقفله لي، خلاص. ديسيبل ويندوز اكس بي سيرفيس باك تو سكيورتي سنتر، السكيورتي سنتر دوت عشان ممكن يقفشه، اقفله لي على طول. ديسيبل ويندوز فاير وول اكس بي، خلاص. كلير ويندوز اكس بي ريستور بوينت، ممكن يكون الجهاز ده عمل ريستور بوينت، واول لما يعني لو فيك ريستور بوينت موجوده عند البي سي ده امسحها لي. ليه؟ لان هو ممكن يعمل ريستور ليها، فبالتالي التوجن اللي عملته ولا ليه اي لازمه، تمام. طيب تعالى نشوف، انا ممكن ادمج هنا ادمج دوت جوه فايل معين، يعني جوه اي ملف اي اكس اي موجود عندي، بس خليها دلوقتي هنتكلم عليها تاني. سيرفر اكستنشن، تحب تخلي الاكستنشن بتاعه ايه؟ كل دول ما بيشتغلوش، اللي بيشتغل دول بس موجود عليهم باللحظه. ممكن اقول له ايه، سيرفر ايكونز، تحب تحط لها ايكون معينه، ماشي. حط لها مثلا سيدي ايكون عادي خالص، ممكن تحط لها صوره اي حاجه، خلاص. بقول له كرييت سيرفر، ماشي، بالاي بي ادرس. كده تمام. ده السيرفر بتاعي، هاخده كوبي كده، كوبي تاني واحطه عند الفيكتيم، ادوله بقى بأي شكل من على الميل، احطه له على الجهاز، اعمله له انجكت جوه اي برنامج هو بيحب يسطبه على طول، يعني مثلا كودك، ميديا بلاير، اي وينار، اي حاجه، وينزايب، اي برامج من البرامج اللي هي الاساسيه على الجهاز. واقول له طيب، هي بس كان عندي مشكلة في الفي ام وير ده، بنرن ده كده، تمام. تعال نبص هناك بقى، برو كونكتيف، بقول له ستارت. بس عندنا مشكلة في ال، تمام. طب نعملها تاني سريعا، نقول له كريت، نبدل دي كمان،
لسن على الاي بي ده مثلا اي مسج. اي ام هاكر مان سيرفر ايكونز، اي ايكونز من دول السيرفر بتاعنا. بص كونكتد السيرفر اللي انا حاليا اللي هو بي سي 1 الجهاز اللي انا عليه. عايزين ناخد ده بقى كده تلت ده تماما، وبينزل بالشكل ده بس على ويندوز 7. طيب هو الوارد ان انا بس عندي مشكلة في ال في البروف هوست. تمام طيب تعالى نشوف حاجة تانية، يعني برضه هنتكلم عنه بس هنشوف بس عشان ما نضيعش وقت نشوف حاجة تانية. مثلا عندي برنامج اسمه بي فروست، ده برنامج زيه بالظبط دبل كليك وبس بيقولك اجري قبليها. هقول انا عاوز اعمل بيلدر ايه، اعمل سيرفر جديد هيلسن على البورت ده على الاي بي على الاي بي ادرس ده بتاع السيرفر ده. تمام لو 0 4 وتحط باسورد للسيرفر بتاعك وهو عامل لندن بورت 81 مفيش مشكلة خالص. ولو عندك هيطلع انترنت مثلا من خلال ويب بروكسي معين بتبدأ تحطهولي هنا. طيب انستليشن والله بيقولك الفايل نيم تحب تسميه سيرفر ولا تحب تسميه حاجة تانية، مفيش اي مشكلة خالص تسميه اي حاجة تروجن مثلا. طيب هو هيعمل لك دايركتوري تو انستول، هيعمل لك في عملية الانستليشن هيحتاج يحط فولدر هيحطه باسم ايه، ممكن مثلا يحط بالاسم دوت او فور سكيورتي مثلا ممكن تحطه باسم ايه سيستمز بحيث ان اليوزر مش هياخد باله. سيستمز مفيش حاجة اسمها سيستمز، هي سيستم خلاص. طب هيحطه فين، في سيستم دايركتوري ولا ويندوز دايركتوري ولا بروجرام فايل، خليها ويندوز دايركتوري. طيب الاكستنشن تحب تحط جواه مثلا ملفات معينه، يعني اكستنشن يبقى دوت دوت دات او دوت حاجه معينه براحتك. الكيلو ممكن تحط اوفلاين كيلو، اوفلاين كيلو يعني السيرفر بتاعك حتى لو مش شغال هو هيبدا يكايش اول لما تفتح السيرفر يمكن انت ممكن ايه تشوفهم. طيب هنا الحته دي مهمه، انجكشن يعني هيحط بحيث ان لو اليوزر دخل في تاسك مانجر عمل كده تمام وبص هنا هيلاقي مش هيلاقي حاجه اسمها التولز اللي احنا بنستخدمها مثلا، لا هيلاقي حاجه اسمها مثلا ماسنجر سيرف شغال هنا زي كده بالظبط. فتقريبا لما يجي يعمل كيل مش هيعرف ايه دي، هيلاقي حاجه اسمها ماسنجر يقول لك اه ده حاجه تبعي فخلاص هقفلها ليه مش هقفلها فاهمني. فدي حاجه برضه ان انا بعمل له سبوف للحاجه بتاعته. باجي هنا مثلا بقول له ايه، ممكن اقول له مليت سيرفر يعني يختفي اول ما يعمل انستول، روت كيت يعني تبقى مخفيه هنا ما تبانش خالص، او ممكن اخلي لها تايم معين تشتغل فيه او تشتغل في الكيرنل وده النوت ريكومندد لانه ما بيشتغل في الكيرنل ممكن يبوظ حاجه في ملفات الكيرنل بتاعتك. طب انا اقول له بيلد اوكي باجي الاقي هنا اللي هي السيرفر دي اتعملت اهي، اخدها كده ماشي اعمل واخدها كوبي احطها في الفيكتيم وابدا اعمل انستول اختفت على طول اهي. تعالى بقى بص هناك كده نزل الكلاينت اللي واخد اي بي 03 واسمه سيرفر سريع واللوجن نيم اسمه ادمنستريتور. تعالى بقى بص كده هاي كليك فايل مانجر، انا فاتح السي عنده واقدر احط له فايل اهو، اعمل داونلود من عنده الحاجة مثلا حاجه معينه اعمل لها داونلود لعندي او اعمل له مثلا ابلود او اقول له ايه كريت دايركتوري اسميه مثلا مؤمن. تعال نبص كده اهو
ده يا دكتور انا لسه عامله دلوقتي. ايه تاني مثلا؟ حاجات كتير جدا بقى. عاوز تسيرش على فايل معين مثلا، عاوز تجيبه اكستنشن معين بتاعتك خالص. السيستم مانجر ممكن تعمل مثلا ريفرش بعض الانفورميشن بتاعت السيستم، ويندوز سيرفر 2003، اسم السيرفر كذا، لوجن نيم ادمنستريتور، وهكذا. الجهاز شغال بقاله قد ايه، فاقول له الانتي فايروس مفيش شغالين يعني. والفايل اللي انت اللي احنا مشغلينه اسمه تي دوت دي اكس اي اكس اي، والدايركتوري اللي انا حاطه فيه في السيستمز، وبعض الانفورميشن. وانا ريجستري بيحط في الريجستري بيحط الكي ده، تمام. الاوفلاين كي لوجا ما شغلناهوش، وبعض السيتنج اللي موجوده كمان معايا. ممكن اعمل ريكونكت، اعمل ابديت، اعمل كلوز للسيرفر ده، او اعمل ريستارت، اعمل انستول، انا هشيله من عنده. طيب بروسيس ليست، عارف دي ايه؟ عارف لما بتيجي رايت كليك كده وبتلاقي في التاسك مانجر مش بتلاقي بروسيس، هي دي بالظبط. ممكن تيجي على اي حاجه منها وتقول له ايه كيل، تمام. الويندوز ليست لو انت فاتح ويندو معينه، انت هو هناك فاتح السي والبروجرام مانجر. طيب ممكن اجي مثلا كده واقول له ايه كيل ويندو، او هايد ويندو، او شو ويندو، او تشينج كابتش، وهكذا يعني. اقول له كيل، تيجي هناك قفل السي، تمام. باسورد ليست هو بس عشان انا هناك ما عنديش اليوزر دوت، مش محطوط له باسورد. فهنا كان هيجيب لك الباسورد الهاشنج بتاعه، مش هيجيب لك الباسورد، هيجيب لك الهاش. طيب دي حاجه، في حاجات كتير بقى. انت طول ما انت عاوز تعمل اي حاجه تعمل كي لوجا مثلا، عاوز تشغل له كي لوجا انيبل، تمام. هو بقى كيوزر هناك مثلا جه مثلا جاب اي ملف كده وكتب جواه خدت بالك الحاجات اللي هو لسه كاتبها دلوقتي؟ اقدر اسيفها عندي، اخدها عندي براحتي تماما، مفيش اي مشكله. اقدر اعمل له ايه تاني؟ اخد سكرين كابتشر، اخد برينت سكرين من الشغل بتاعه اهو. ده الحاجات اللي عنده شغال يعني. اقدر اعمل مونيتور، وكمان اقدر اخد ايه كابتشر سكرين من، انا كده بسجل، تمام. اعمل ريكونكت تاني لي، فايند باسورد، شوف باسورد معينه اسيرش عليها مثلا، تشينج نيم، اغير النيم بتاعه من هنا، انا مش عاوزه كده. قلت له مثلا بدل ما هو ديفولت اخليه مثلا سيرفر 3، تمام. اقول له ايه اوبن داونلود فولدر، داونلود فولدر ده لو انا حاجه عامل داونلود من عنده عندي هنا، فاقدر افتحها يعني الحاجات اللي تبعه، تمام. ده كده برنامج. البرنامج تعالى برضو ايه عشان ما تبقاش فاتتك الحتة دي، ال تعالى نجرب طب اخر تجربة كده، عشان هو ساعات بيشتغل يعني، هو بس عامل مشكلة شوية معايا. انت المفترض بتيجي تقول له كريت، انا عاوز كريت سيرفر جديد بالاي بي ادرس دوت، تمام. هنا مثلا بتيجي البورت نمبر الفلاني بالباسورد الفلانية، خلينا 1 6، تمام. هنا مثلا خليه فيكتيم، حط له مسج معينه اول لما يرن الكلام ده، اي ام هاكر مان، تمام. هنا تاني اقول له جيف فيك، يعني حط له المسج دي اول لما يجي دبل كليك عليها، واول لما يدبل كليك على طول يخفي لي الايه السيرفر انستول دي، واعمل لي كل الانتي فايروس اللي عنده والفايروس لو عنده شغال، وديسيبل للايه للاكس بي سكيورتي سنتر، تمام. واقفل لي الفايروول، اعمل لي ديسيبل، ولو في ستور بوينت اقفلها لي، تمام. واعمل دونت سنت لاين نوتيفيكيشن، يعني ما يبعتش لحد تاني ان في عنده مشكله ولا حاجه زي كده. هنا بقى كل ده في الهايتس انفيزابل، هيخفي لك دي، هيخفي لك في التاسك مانجر، يعني ما تبانش في التاسك مانجر، هيخفي لك في الريجستري، وهكذا. هنا عندي ان انا ممكن البيند ويز فايل، يعني مثلا عندي ملف تكست، بحيث ان الراجل ده لما يدبل كليك على ملف التكست دوت، خلاص في الباك جراوند ملف التكست هيتفتح عنده عادي خالص، بس في الباك جراوند اللي هيشتغل عندي ايه السيرفر بتاعي. طيب السيرفر ايكونز، احط له ايكونز معينه، او السيرفر اكستنشن، احدد اكستنشن معينه انا عاوزها، غالبا دول اللي بيشتغلوا بس، تمام. وابدا اقول له كريت، بيقول لي خلي بالك الاي بي بتاعك دوت هيبقى معرض ان هو يتغير، فانت يفضل تحطه لي بالنيم، فانا هقول له مش مشكله عديها دي يا بس تشتغل. اوكي
دي مشكلة بس في البرنامج ذات نفسية، هو مش قادر يكونكت على البورت دوت، في مشكلة. تمام، المفترض بيبان لك هنا بقى كله. يعني احنا هنتكلم على البرنامج كده وانت هبقى جاوبه في البيت، هتلاقيه اشتغل عندك كويس. يعني مثلا لو انت فصلت دبل كليك كان يشتغل عندك كمان، بس هو في مشكلة بس. طيب هيجي لك هنا كل الناس الزومبي اللي عندك، طيب كليك على كل واحد منهم وتقول له كونكت، انا عاوز اكونكت، تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. يقول لك مثلا بي سي انفو، بي سي انفو هيجيب لك معلومات عن الجهاز ده كاملة. تمام، هنا الابليكيشن اللي فاتحها اللي هي البروسيس، يعني ممكن تكل بقى وهكذا. طيب ممكن تبعت له مسج، التايتل بتاع المسج ايه مثلا؟ هاي اي ام، اي حاجه بقى، اي ام هاكر مان. تمام، اه، والويندو دي اللي هتطلع له دي تكست بوكس، هيطلع شكله ايه؟ هيدوس اوكي بس عشان يقفلها، ولا ممكن تلاقي شكلها ابورت ريت اجنور يس نو كانسل كده، يعني يس نو اوكي كانسل، تحب تختار له ايه من دول؟ حاجه كده. طب تحب التست مثلا؟ آه، تطلع له كده بالشكل ده قدامه، ابعتها له دلوقتي كده يعني. تمام، ايه تاني مثلا؟ ممكن اعمل معاه تشاتنج، اوبن شات، عارف هيحصل ايه عنده؟ بس دي كان نفسي اوريها لك دي. آه، بيقول لك ماتريكس تشات، ماتريكس تشات، عارف انت فيلم ماتريكس لما كان الشاشه كلها كانت لونها اخضر وكان كتابه وكده؟ اه، هتلاقي الشاشه كلها عنده سودا والكلام كله اخضر موجود عنده، مش هتشوف اي حاجه خالص خالص الا لما انت تقفل الويندو بتاعت الشات، وممكن تكلمه هو يكلمك عادي خالص. ادمن اف تي بي، انا لو عندك اف تي بي سيرفر او عنده اف تي بي سيرفر ممكن تعمل له، يعني تشوف الحاجه الموجوده عنده ايه وتعمل لوجن عليها عادي خالص لو هو كونكتد ب اف تي بي سيرفر. يعني هنا بقى مثلا حاجات بقى تلعب معاه شويه فاني ستاف، ممكن تقول له هاي ديسك توب ايكونز، تغفل له الايكونز الموجوده على الديسك توب، هايد ستارت ستارت بوتون، لما يجي يعمل ستارت ما يلاقيهاش، هايد تاسك بار مخفي، افتح له سيدوم واقفلها له تاني عادي خالص، كريزي كيبورد لايت، تلاقي الكيبورد عمال تنور وتطفي كتير كده وهكذا. يعني مثلا توقف له موبايل لوك ماوس، الماوس يبقى واقف ما يعرفش يشغله خلاص، ميك الماوس جو كريزي يعني ماوس مجنون، يجي وهو بيحركه كده ما يعرفش الماوس بيروح فين، تقلب له الشاشة فلايب سكرين، الشاشة عنده تتقلب، كل دي حاجات ممكن تعملها. يعني البرنامج ده فيه حاجات فاني كتير جدا يعني. طيب ممكن تقول له ايه كمان؟ فايل مانجر، نفس الكلام اللي فتحناه في البرنامج التاني، تفتح الفايل مانجر بتاعته، ديليت نيو، كل اللي انت عاوزه. اللوجيستري، تفتح اللوجيستري هنا، اتش كي كرانت يوزر، يعني اكنك بالظبط كده عملت كده يج اديت بالظبط، وتمانج اللي انت عاوزه بقى. تمام، اوعدكم ان شاء الله يعني هحاول اشرحه لكم في الفيديو بتاع الانكريبشن، بحيث ان احنا نطبق عليه موضوع الانكريبشن. طيب ايه، تعملوا شت داون، تعملوا لوج اوف، تعملوا اللي انت عاوزه، تيرن اوف كمبيوتر، لوج اوف ستارت وهكذا. تاخد مثلا سكرين شوت منه، عاوز تاخد سكرين شوت من الجهاز بتاعه وتحطه عندك هنا في مكان معين، وانت طبعا بتمونيتور الجهاز كمان، دي حاجه زياده. كليب وورد، اللي هو في حاجات واخدها في الكليب وورد، واخدها كوبي مثلا او حاجه، كي لوجر، ظبط له كي لوجر زي ما شفنا هناك، يجي لك هنا كل حاجه هو كاتبها. ال جيف دامج، ممكن تعمله فورمات للدرايفرز بتاعته دي طبعا، يعني اذى يعني. الباسوردز طبعا، هو لو بيخش على مثلا بوب سوي، بيخش على الميل بتاعه، بيخش على اي ماسنجر، اي حاجه بتسيف لك الباسورد بتاعته هنا. يعني بص مش عاتقه كمان، مش شرط تحط له كي لوجر بس، ده بيجيب لك كل حاجه. الحاجات اللي هتعمل لها داونلودز، ممكن مثلا ايه لان، اكنك بالظبط عملت كده. ممكن تكتب امر البنج، امر اي حاجه، تفتح شورت كات معينه من الحاجات دي تفتح حاله، تران كوماندات، تران سكريبتات، بص كل اللي انت عاوزه هتلاقيه موجود بزياده كمان. تمام، السيرفيسز، السيرفيس اللي شغال عنده ممكن تستوب، تستارت، ديسيبل، اي حاجه انت عاوزها تفرش عادي خالص. البرينتر، لو هو عنده برينتر بس ممكن تطبع حاجه تجننه. ماكس مثلا زي ايه تاني؟ اونلاين اديتور، ده هنا نشوف الميلز اللي فاتحها. تمام، دي الفيتشرز اللي موجوده في البرنامج ده، يعني رائعه جدا. اه مثلا هنا ممكن تقول له ايه، ريموف سيرفر، يعني مش خلاص مش عاوز السيرفر ده، مش عايز تتحكم فيه ولا حاجه، دي كل الديتيلز اللي انت حاططها عنه. يعني مش انت عملت اي بي ادرس اللي هو السيرفر بتاعه، الديتيلز بتاعته ايه والبورت نمبر وكده يعني،
خلاص في البرنامج التاني كان بيوضح لك هو موجود فين وهكذا. ممكن لو انت خلاص بقى مش عايز تتحكم في الراجل ده تاني تبدأ تقول له هيموف سيرفر، بس عشان تعملها تاني لازم تعمله باتشاية تاني. ده كان البرنامج بسهولة وهنشغله ان شاء الله. برضه في برنامج تاني مثلا عندي اسمه بويزون، يعني انا بنشرح كونسبت. اقوله مثلا تنزل تحت شوية كده، اقول له فايل، اقول له انا عاوز اعمل نيو سيرفر، واقول له كريت بروفايل. بروفايل مثلا اسمه ايه؟ جومانجي مثلا. اه طيب جومانجي دوت هيكونكت على ايه؟ اديله ساعتها ايه الاي بي ادرس بتاعي انا هنا 0.4، هيكونكت من البوت دوت مفيش مشكلة. تعال نتست كده، في مشكلة هنجرب نعمل حاجة ونرجع نحلها تاني. لو في في بروكسي سيرفر حطولي لو سمحت، هاي جاكينج بوكس، بوكس تاني هيكونكت من بوكس داخل بوكس وهكذا. حط الباسورد خليها مثلا من 1 لـ6، ممكن تحط كي. تمام تجنريت كي، هو يجيب لك شوية كي هنا لما تيجي كونكت تاخد الكي ده، او تعمل لود كي لو انت عندك مثلا في ملف تكست او هكذا. خلاص خليها باسورد، ممكن تعمل لها هايد، اقول له مثلا نيكست. طيب الستارت اون سيستم ستارت اب، لما هيبان في الستارت اب هيبان باسم ايه؟ ممكن تقول له ايه ماسنجر مثلا دوت اي اكس اي. طب اكتف كي، الاكتف كي بتاعه اللي هيتحط في الـ في الريجستري، تعمل له راندوم هو هيحط اللي هو عاوزه. طب الكوبينج فايل هيتحط باسم ايه؟ ممكن مثلا تحطه باسم سيستم 32 دوت اي اكس اي، هيتحط في السيستم فولدر ولا في الويندوز ولا فين؟ ميلات هيختفي لما يشتغل. خلاص هتعمل له انجكت في حاجة معينة، مثلا هيتعمل له انجكت ده عادي خالص. اجي هنا عاوز تشغل الكي لوجر براحتك، مش عاوز عادي خالص. اه عاوز تسلكت ايكونز معينة، مثلا لو عندنا ايقونات هنا في اربعة، اي ايكونز مثلا للبتاع ده ام اس ان مثلا بلاش ده. طيب عشان هي هنجيت اقول له ايه، اقول له جنريت. اه هتحطه فين؟ احطه مثلا هنا على الديسك توب، اسميه بروجرام دوت اي اكس اي. تمام اقول له اوكي، واقول له هنا انا عاوز اعمل نيو كلاينت. الكلاينت هيستخدم نفس البورت نمبر دوت، بس هحط له الباسورد الايه اللي هي من 1 لـ6، او احط له الكي اللي معايا واقول له ستارت. اجي هنا بقى اللي احنا خدناها على الديسكتوب، ملف مخفي ازاي ترجم، نيجي كده احطه، ناخده كوبي، خش على الفيكتيم، اختفى. انا بقى بص هنا كده، هي كل البرامج شبه بعض بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف تماما. اهو نزل جالي لوحده، الاي دي اسمه جومانجي، الكلاينت اللي اسمه واخد اي بي 3. تمام بص كل اللي انت عاوزه تعمله معاه، تبنج تشوف الشير، انا مثلا دبل كليك كده وتعالى نتفرج بقى. دي يمكن ايه يعني كل واحد وليه انترفيس، بس يعني التولز مش كبيرة قوي، مش مختلفة عن التانيين. تعمل سيرش على حاجة معينة، الريجستري تمام، البروسيسنج الحاجات اللي شغالة عنده. تمام فش كده السيرفيس كلها اللي عنده اهي، الديفايسز اشيل له تعريف ولا حاجه، يعني شايفين فليكسبل الحاجات اللي شغاله عنده، كل حاجه بقى اللي انا عاوزه. تمام الويندو اللي هو فاتحها، والله ده فاتح ملف تكست والتاني ملف بروجرام مانجر، اقفل له ده
مثلا او اعمل له ايه مينيمايز عادي خالص. تمام التولز بقى على ما فيش شوف نقدر نعمل ايه. مثلا الدايلي الاكتيف بورت، البورتات المفتوحة عنده ايه؟ شايف هو فتح بورت معايا اهو، وده البورت بتاع مين؟ بورتين هما، عشان احنا استخدمناه بالبرنامج التاني اللي هو ال مش كان في برنامج تاني استخدمناه من شوية في فورست، راح فين اهو؟ مش كنا ده كان واخد بورت 81 صح؟ موجود هنا. والبرنامج اللي احنا بنستخدمه حاليا دوت واخد بورت كام؟ واخد البورت ده 364، بالتالي بقول لك ده الحاجات المفتوحة ومنها يموت. طيب ايه تاني؟ الباسورد اوديت كاش فيش طبعا. اه بيقول لك في يوزرز اسمهم كده بس طبعا ما فيهمش باسورد، ده بيخدعك كده، ما فيش اصلا باسورد. تمام لو جيت حللتها طبعا ببرامج الكراكر والكلام ده هتفرق معاك. الاوديو كابتشر تسجل من الصوت اللي هو شغال منه، الكي لوجر تشغل له الكي لوجر عادي خالص مفيش اي مشكله. السكرين كابتشر تتفرج عليه اهو شايف سايف بقى. تمام لو عنده ويب كام خد منها كابتشر وهي شغالها، اه مش شرط هو اللي شغالها، لا انت ممكن تاخد منها ايه لو عنده ويب كام تاخد منها كابتشر. ادمنستريشن لو عنده حاجات متشيرة وهكذا بقى زي ما انت عاوز. في الاخر لو زهقت منه قوله انستول. تمام ده كان الفكرة التروجن، يعني انا بتحكم في الكلاينت زي ما انا عاوز. تمام طيب تعالى نشوف فكرة. احنا اتكلمنا بقى على الريفرس كونكشن ده، احنا كده ايه عملنا كونكت عادي. طب انا عاوز اعمل ريفرس كونكشن مع الكلاينت دوت. افرض بقى انا على النت، انا دلوقتي على النت، اه ساعتها بتروح على بعض الهوستس وهنشوف دلوقتي زي ايه. في مثلا برنامج في سايت اسمه نو اي بي، اسمه نو اي بي. النو اي بي دوت انت تعمل عليه ريجستريشن، يعني مثلا انا كنت عامل عليه ريجستريشن قبل كده تمام. انت عملت برضه ممكن تيجي تقول له انا عاوز ايه، اعمل ايه اد هوست، عاوز اد هوست اه تحب تسميه ايه مثلا، سميه اللي انت عاوزه. اه بس ده كل ما تيجي تفتحه من مكان هيتفتح بانهي اي بي ادرس، الاي بي ادرس اللي انت طالع من خلاله من على الانترنت، يعني الاي بي ادرس انت مستخدمه وطالع بيه على الانترنت هو دوت اللي انت هتطلع بيه اللي انت هتاخده اهو. ده الاي بي بتاعنا مش مصدق؟ تعال نشوف. What is my IP؟ تمام شوف الاي بي ادرس بتاعي اهو، اخو 99 هو ده الموجود عندي. اه بس كل ما هيتغير هيتغير معاك عادي. انا كنت عامل سيرفرات قبل كده، كنت ضايف انا واحد تقريبا. طيب ما علينا تعال نضيف واحد جديد عادي خالص، اقول له اد دومين. لا ده حاجة تانية. اهو كنت انا ضايف دوت. هتاخد ده كده كوبي وتيجي بقى على مين؟ على الراجل الهاكر اللي انت هتطبق عليه الكلام ده. بتفتح مثلا برنامج زي ده كده
ولما بتيجي تعمل كويت بيقول لك حط لي بقى مين، ها الريفرس كونكشن، تقوم حاطط له دوت، واخد بالك؟ فهو لما يجي هيكونكت على ده، هيكونكت على دوت، وهيستبلش الكونكشن ازاي؟ بص بقى الكويت ده مثلا كده، انا عاوز اطابق ده بالاي بي، ساعتها بيديك برنامج خاص بيه هو. دقيقة واحدة هجيبه. هنا في حاجة اسمها داونلود كلاينت، بينزل لك كده ايجنت بتنزله عندك، انا منزله. دقيقة واحدة بس نجيبه. اول ما بتنزله بينزل لك التولز دي، تعملها انستول عادي خالص، كلوز، تمام. تيجي من اول بروجرام تلاقي اللي هو نو اي بي، تفتحها كده. وتقوم حاطط له بس الايه الميل بتاعك، وهيبدأ يكونكت. بص بقى هيجيب لك الدومين نيمز اللي انت عاملها، تعلم عليه تقول له سيف بس خلاص. بص بقى كل ما الاي بي يتغير هيقوم جايبه لك، تعمل ريفرش كل ما يحصل جديد. فساعتها بقى لما يجي بقى الكلاينت هيكلم ده، ايه اللي هيحصل؟ هيلاقي دوت بيقابله الاي بي ادريس ده، فانت بالتالي نجحت ان انت ايه. اقول له مثلا، اقول له كده شوف ده، بص عمل لي ايه، قال لي ده الاي بي ادريس بتاعه هو ده، يعني لو حد سأل ده هيرد عليه ده. طيب في حاجة في كده مشكلة، هو هل هو دوت يعني الاي بي ادريس ده بتاع مين؟ الاي بي ادريس ده بتاع الراوتر اللي انا بطلع بيه، صح؟ طب هل الراوتر دوت هو اللي عليه البرامج الهاكر ده؟ لا طبعا. فمين اللي هيفهم؟ طب مثلا سي احنا عندنا حاجة اسمها نيتنج، يعني عندي 1000 جهاز جوه بيطلعوا من راوتر واحد بأي بي ادرس واحد، وبيديفرنشيت ما بينهم بالبورت نمبر، دي قصة بقى تانية. طب ازاي الراوتر لما يجيله الريكوست هيفهم ان الكلاينت ده مين، انهي كلاينت جوه اللي هو هياخد الباكت دي؟ ها بعرفله ازاي؟ قال لك تخش جوه مثلا الراوتر كده بتلاقي حاجة اسمها ديفولت دي ام زي سيرفر، او تقول له ديفولت دي ام جي سيرفر بتاعي، تقوم حدد تحط له الاي بي ادرس بتاع الانترنال سيرفر اللي انت عاوز تعمله، واقول له ابلاي. تمام، واقول له ايه ابلاي. طيب دي طريقه. في حاجه تانية، بدل ما تنزل كلاينت ايجنت وتحطه عندك والكلام ده، في مثلا انا عندي راوتر زي الراوتر بتاع النت جير ده، في حاجه ممكن تعملها، في حاجه اسمها دايناميك دي ان اس، في بعض الراوتر كلها موجود فيها الكلام ده. الفندور بتاعه هنا سايت اسمه دايناميك دي ان اس دوت اورج، السايت ده انا عامل عليه ريجستريشن، سايت عادي خالص عملت عليه ريجستريشن. تيجي تحت خالص كده مثلا تقول انا عاوز اعمل ايه دي ان اس، دايناميك دي ان اس فري، خلاص. وبعد كده يقول لك انت عاوز النيم بتاعه ايه وهكذا، وخلاص وخلصت. في ويقول لك حط لي دي ان اس، وانت عاوز تحط له نيم معين ايه. تمام، دايناميك دي ان اس هوستس وهكذا يعني. طيب بتيجي انت تعمل ايه بقى؟ انا مثلا عندي بعمل ايه هنا، باجي هنا انا النيم بتاع اللي انا عملته من شويه اسمه كاسبا اونلاين دوت دايناميك دي ان اس دوت اورج، عشان هو الفيندور بتاعه الوحيد ده، وتحط له اليوزر نيم اللي انت بتخش بيه والباسورد، وتقول له ابلاي. بس تعالى الاول بس عشان انا مش عامل لها انيبل ابلاي، ونقول له ايه شو ستيتس. بيقول لك والله انت زي الفل وابديتد وكل حاجه. فكل ما يحصل ابديت عندك اللوتر، هو اللوتر بتاعك بيروح يسمع مين؟ بيسمع ده، يقول له خلي بالك ده انت الاي بي ادرس الجديد ده، فانت على طول كده بقيت اونلاين. فانت بتيجي تاخد ده كده كوبي، وتيجي برضه عند الايه عند الهاك، تقوم حاطط له ده، وتيجي تقول له ايه تعالى نشوف هو ده بيقابل انهي اي بي ادرس. بيقابل ده صح، اهو جابه لك 139. ده بص لسه ما عملش ابديت، انا بص كده هيجيب لك 139، خدت بالك؟ فانت ساعتها بقى عاوز تحدد له الحته دي. فاجي بقى في الدي ام زي، يعني ساعات بقى عندنا على الاوتو بس بتهي شويه، في هنا في الوان اعمل لها ريسيبل ابلاي، تمام، واعمل لها انيبل تاني على ايه الاي بي اللي هو 0 4. باجي هنا تعال نجرب تاني، لو حطيت له دوت شوف هيجيب انهي واحد، المفترض يجيب لي 0 4.
يعني هيعدي على الاوضه والاوضه يقوم معديه عندي على طول. او خدت بالك ما عملش اي حاجه، هو لوحديه فهم اللي عدى على الاوضه. الاوضه يعني هو هكلم الاي بي ادرس ده، تمام؟ فالاي بي ادرس ده قال له لا ده انا عندي دي ام زي بتتكلم على الاي بي ادرس ده، فراح بعته لمين؟ للسيرفر ده. فهمت لفت ازاي؟ تمام. يعني هو راح كلم النيم، فالنيم راح عمل ريزولف في الاي بي ادرس، راح الاي بي ادرس كلم مين؟ راح كلم بالاي بي ادرس الراوتر، فالراوتر فهم ان ده جاي عاوز يكلمني، فاذا لا ده انا عندي دي ام زي سيرفر جوه مشاور عليه اسمه 04 فبعت لي ليه. تمام، ده اللي انت بتعمله. وطبعا بتحطها في اي برنامج تاني نفس الكلام، يعني مثلا برنامج زي ده كده وانت بتمانج دي، تمام؟ بتعمل مثلا كريت واحد جديد اسمه اي حاجة، خلاص هو مين، تبدأ تحطه له هنا، تمام؟ اه طب ايه بقى قصة البورت نمبر ده؟ طب هو عدى، هو ازاي هيعدي من الراوتر؟ المفترض يعني البورتات، بص بيقولك في واحد عمل كونكت، البورتات الموجودة عندي، يعني في بعض الرواتر انا عندي هنا مثلا في الراوتر دوت لازم افتح البورت نمبر اللي هو ممكن يعدي منه، يعني مثلا عندي برنامج معين خلاص ما بيستخدمش البورتات الديفولت، بورت 8080 مثلا او 81 او هكذا، اه بس انا عاوز افتح له بورت معين، مثلا اقول له مثلا ايه البرنامج اسمه تروجن مثلا، اي حاجة تي سي بي ولا يو دي بي او ولا الاثنين مع بعض مثلا، خلاص البورت نمبر رقم كام، ممكن تحط لي من رينج ممكن اقول له مثلا من واحد لغايه كده مثلا رينج كامل، بحيث ان هو يستخدم اي واحد منهم. لو عندي اكتر من برنامج كل واحد بيستخدم حاجه معينه، او ابدا اد واحد واحد واقول له ابلاي، تمام؟ ضفت اهو بحيث ان البورت دوت يسمح ان هو يعدي. طب انا عندي راوتر ومش عارف افتح البورتات بتاعته منين. اه بص، في سايت اسمه بورت فورورد، ده في كل الايه الهواتف اللي بتبقى موجودة عندنا في البيوت وهكذا يعني، وازاي اكسس الكلام ده ونوعه ايه بالظبط بالفيرجن، وابدا اكسس واعملها ازاي، او لو كتبت في جوجل بس ازاي افتح البورت الفورورد بورت على راوتر اسم الراوتر بتاعك هيقول لك الطريقة ازاي. تمام، يا رب تكون الحتة دي بس افادتكم شوية. أه واوعدكم ان شاء الله هحاول اشوف لكم الحل في البرنامج دوت، هو كان شغال والله تمام بس تهيش شوية. طيب عندي جزئية بقى، ان انا عاوز ازاي اضحك على الكلاينت، يعني احنا ايه اخر حاجة بقى بسيطة جدا، ازاي اضحك على ايه على الكلاينت. احنا هنا مثلا عندنا السيرفر ايكون، خلاص ممكن اعملها باي شكل ايكون، يعني مثلا تعالى نعمل سيرفر هنا اهو نوتيفيكيشن على ده مثلا جنرال، ماشي. بص بقى اجيب ملف اهو، ما عندي ملف تكست اهو اسميه مؤمن دوت تكست، خلاص اسلكت الفايل دوت اهو، تمام. اجي بقى هنا مثلا اديله شكل معين، انا هو الشكل ده مثلا او شكل، شو ادور على شكله فين ولو موجود اديهوله مثلا حاجه زي كده، ماشي اهو شكله اهو، خلاص وهيفتح بالظبط، وهقول له كريت سيرفر، بص بقى اهو شايف عامله ازاي، بندد ايه اندرسكور سيرفر، غير اسمه اللي انت عاوزه خلاص. آه خليه مثلا ملف ايه، ملف الشغل ورك، ملف شغل، حد فاهم حاجه دوت اي اكس اي. اه ما انت ممكن تقفل اكستنشن اهو، انت لو خافل اكستنشن مش هبان، وهيبان ان هو ملف عادي خالص خالص خالص، شايف دي بلاش دي، من باب الامان اعمل كده دوت تكست، هو برضه دوت اكس اي، فلما يجي دبل كليك عليه ابص ايه اللي فتح، الملف هو اللي فتح خلاص، بس في الباك جراوند مين اللي اشتغل، البرنامج بتاعنا، فهمت الحته دي؟ تمام. دي جزئيه عندي مثلا حاجه تانية زي ايه، اه مثلا تعالى نعمل سيرفر عادي كده دلوقتي، بلاش دي كده فيها، بلاش دي
واقول له كريت سيرفر مثلا، ماشي. تمام، وخد خد شكل الملف برضه. طيب نزل بس اكستنشن عشان ما نضخش. واخش مثلا جوه البيكتشر، اجيب اي صورة من الصور دي مثلا، ان كانت دي هي واحدة بس اجيب بقى. تمام، هاجي مثلا اجي السيرفر واجي الصور، اقول له انا عاوز ادهم تو اركايف، اقول له كريت اس اف اكس، واجي هنا في الادفانسد اقول له ايه اس اف اكس اوبشن. خلاص، هاجي هنا بقى، بص بقى ركز معايا، هنا بيقولك ايه السيت اب. اللي هيسيت اب الاول ايه؟ قالك دوت اللي هيشتغل يعني قدامك كده في الاكستنشن ده اللي هيشتغل، وفي الباك جراوند ها مين اللي هيشتغل؟ ده اللي هيشتغل على طول، يعني ده هيشتغل في الاول وبعد كده ده هيشتغل التاني، بس طبعا مش هيبان. طيب ايه تاني؟ مثلا عندي اقول له ايه هايد، ما تخلوش يبان وهو بيشتغل. مثلا ايه عندي ايه تاني؟ وفايت اول فايل، يعني الهايد ده يبان على الفايلز كلها. مثلا اطلع له ايكون معين. تمام، اعمل له مثلا عندي هنا شويه ايكونات، اي ايكون. اوكي تمام كده، شو مفيش؟ لا هنا تمام، واقول له اوكي. الايكون مش نافع معايا بس طلعها لي بالشكل دوت. ساعتها لما تيجي الدبل كليك بقى، ها شفت اللي فتح؟ الصورة اللي فتحت، خدت بالك؟ طبعا ممكن تخلي دي شكلها صورة. ده في بقى اصلا برنامج بيحول لك الكلام، بيحول لك الايكونز بتاعت الملفات. تمام، دي جزئية. طيب حاجة أخيرة عندي، عندي برنامج اسمه ياب، دبل كليك عليه، هقعد مثلا مين اللي عندي السيرفر بتاعي، تينو فين طيب ادي السيرفر مثلا، واقول له اعملوا لي ايه هيدن مثلا. اوكي، اضيف بقى صور مثلا، ان كانت دي بلاش نعملها هيدن، اضيف صورة معينة للاتنين مثلا حاجة زي كده، واقول له اعمل ليها بيلد، حطها فين؟ اسميها لي مؤمن جي مثلا دوت اي اكس اي. تمام كده، افتح تنزل لي هنا، تعالى تاني. احنا عملناه جوه، تمام اهي نزل لي بالشكل الفلاني دوت، ودبل كليك عليها خلاص الموضوع اختفى، ملف اشتغل يعني. اخدت بالك؟ يعني بعد ما يشتغل يقوم يختفي على طول. تمام كده، انا نجحت ان انا احول شكل الفايل بتاعي ببرنامج او باخر او بشكل او باخر. في مثلا عندي حاجه اسمها ال اكسبريس تقريبا، الاكسبريس ده كمان بتاع مايكروسوفت، ده بيعمل لي يعمل لي اكستراكت الفايلات، او ممكن يدمج لي حاجه مثلا كده، مثلا ايه الباكج فايل، اضيف الفايلات بتاعتي مثلا هنا حاجه زي ال ايه مثلا ده واحده، اضيف حاجه تانية مفيش مشكله خالص. سوف عندي اتمسح صح؟ anyway بتضيف اي حاجه يعني، مثلا كان على الديسك توب كنا عاملين شويه حاجات، حاجه مثلا زي كده نيكست. خلاص، مين فيهم اللي هيت انستول؟ اهو ده الاي اكس اي. خلاص، بوست انستول كوماند، اهو هو ده اللي هيت انستول، هيبقى هيدن ولا عاوزه ايه؟ والله اي حاجه مش تفرق، عادي خليه الديفول. تحط تحب تحط ديسبلاي مسج اول لما يشتغل، الباكج هتسيفها فين؟ هتسميها مثلا مؤمن هاني كده ريستارت، لا مش عايز اعمل ريستارت ولا حاجة.
سيلف اكستراكتنج مش مشكلة، دي حاجة انفورميشن خاصة بيه. فينيش ملف زي كده تمام، ممكن بقى تضيف له صورة انت زي ما انت عاوز ويشتغل عادي زي الفل تمام. كده يبقى احنا خلصنا التروجن اوفر فيو، وخدنا الريفرس كونكشن، وخدنا الدايناميك دي ان اس، خدنا الانجكشن، وخدنا الميرج ازاي ندمج يعني صور وكده. والله لسه بظبط لكم دلوقتي، هحاول اظبط لكم لاب كويس جدا للانكريبشن، هحاول اجيب لكم حاجات من السي بي تي وحاجات كويسه ان شاء الله، بحيث انها تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.